السلام عليكم. موحى وحدو يعني فاعل جمعوي. مرحبا بكم عندنا في مرزوقة اللي هي واحد البلاد معروفة بالسياحة الاستشفائية في هذا الموسم الصيفي وبالسياحة العالمية يعني على طول السنة وخا فيها انقطاعات يعني على طول السنة يعني ولكن هي منطقة سياحية بامتياز ولكن رغم ذلك يعني فيها مشاكل بزاف ديال البنية التحتية ما كايناش ويعني الجماعة الامكانيات ديالها ما عندهاش يعني خصنا نشوفوا الحلول ديال هذا الشيء لان مرزوقه باش تنمي السياحه هي هزه تقريبا الراشديه في الجانب السياحي كله هي عاصمه الاقليم يعني سياحيا ولكن خصنا نتعاونوا عليها جميع الوزارات يعني وزاره الثقافه وزاره السياحه الولايه نتعاونوا باش يعني نحطوا واحد البنيه التحتيه رغم قله الامكانيات ديال الجماعه باش نوضوا بهاد البلاد لان السياحه كتزاد والبنيه التحتيه ناقصه. هناك جمعيات في المنطقه كيحاولوا يعني يديروا البرامج ديالهم رغم قله الامكانيات والمشاركه ديال السكان قليله يعني وهاد المشاكل ولكن كاينين جمعيات أوروبية اللي منسقين معهم مثلا الرالي ديال الرونوكات اللي كيجيبوا الأدوات المدرسية لجميع المدارس في المنطقة تقريبا كيحطوا لهم واحد اسميتو ديال الأدوات المدرسية والمحافظ وداكشي وكاين جمعيات اللي خدامين في هادشي ديال الخطارات لان كتعرفوا باللي هاد المنطقه كتحتاج الماء وخصنا والماء موجود فين ما شفنا الرمله يعني راه كيكون الماء ملي ما كيكونش لا ناب سوتيغان يعني كيطير الرمله راه غادي تمشي لان لي فابوراسيون ديال الماء ديال لا ناب هما اللي كيشدوا لي دون يبقاو في بلاصتهم الا حفرنا الرمله 50 70 سنتيم نقدروا نلقاو الندى خصنا غير هاد الخطارات نخدموا فيهم وكاينين جمعيات ديال الاوروب جزاهم الله بخير كيجيو كيعاونونا في هاد الشيء غير في هاد الاخير يعني وزاره الفلاحه ما عطاتهمش اهميه كانت الاهميه كتعطى لهم باش يتنقاو ويزيدوا يتخدموا ولكن سنين هذه وزاره الفلاحه هملات هذا الجانب والبيئه خصنا نحافظوا عليها نتعاونوا مع جميع يعني البلدات ديال الاقليم باش نتعاونوا نديروا واحد المطرح ديال الريصاني مثلا دائره الريصاني ونتعاونوا عليه بالامكانيات ديالنا وديال الريصاني وديال هنا وديال هنا باش نحاولوا نستمروا في هذا الجانب ديال النفايات الصلبه نقيو حتى البلاد لان السياحه ما كتبغيش هذه النفايات وما كتبغي يعني المناظر تكون نقيه. وبالنسبه لمغاربه الخارج انا كنوجه لهم واحد النداء لان راه ماشي غير لي بلاج اللي موجودين في المغرب يعني كنفتخروا بلي بلاج ديالنا في المغرب راه معروفين عالميا ولكن راه حتى الصحراء فيها واحد الاستجمام في الصيف وفيها المسابيح فيها هذه يعني نتمتعوا بالصحراء حتى هي في هاد المده ديال الصيف كنشجعهم باش يجيو لان غادي تعجبهم الفكره وغادي يبقاو يرجعوا ان شاء الله دائما.